مساء الخير، معاكم الدكتور وليد عرفات، استاذ علاج الاورام، كليه الطب، جامعه الاسكندريه. النهارده هنتكلم عن علاقه حجم المرض، ها، وخصوصا مثلا ورم زي امراض الثدي. هل الحجم الكبير ده ليه علاقه بالشفاء؟ احنا موضوع بينقسم لناحيتين، هل الحجم ده موجود في الثدي بس ولا موجود في الثدي وفي حتت تانية كمان؟ لو الحجم ده موجود في الثدي بس فهو ليه علاقة بالعملية اللي هنعملها بعد، هل هي هتبقى عملية استئصالية للثدي كله ولا عملية صغيرة؟ مع العلاجات الحديثة وحاجة اسمها العلاج قبل الجراحة خلى الموضوع الى حد كبير ما فيش فرق، يعني ممكن قوي ورم كبير في الثدي وبعد العلاج الكيميائي او العلاج الموجه قبل الجراحه ممكن قوي برضه يصغر المرض، بحيث ان احنا نحصل على عمليه تحفظيه مش عمليه استئصاليه للثدي كله. فمش معنى ان انا عندي ورم كبير في الثدي ان انا يبقى في خطوره على، بالعكس. كان الكلام ده زمان، يعني من زمان كان مرض مثلا في الثدي كبير بيروح جاي الجراح بيشيل على طول مش هيقدر، لكن دلوقتي مع وجود العلاج اللي هو الموجه والعلاج الكيميائي قبل الجراحه بقى موضوع الحجم ما يخصناش قوي، وبالعكس ممكن حجم كبير بيخلص وبينتهي تماما مع العلاج. وفي دراسات جديده دلوقتي بس هي لسه مش كامله ان ممكن كمان ما نحتاجش لجراحه استئصاليه خصوصا في السن الكبيره، او حتى تحفظيه في السن الكبيره. فاحنا دلوقتي بنقول ان الحجم كان بيمثل عائق، لكن دلوقتي الحجم لا يمثل اي عائق للحصول على عمليه تحفظيه مش استئصاليه للثدي. كذلك بالنسبة لانتشار المرض في الجسم، طبعا زمان برضو انتشار المرض في معظم الجسم الى حد كبير ما كناش بنقدر نسيطر، لكن مع العلاجات الحديثة ابتدينا نقدر نسيطر بصورة مرضية جدا على المرض، حتى لو كان المرض ده منتشر في اكتر من مكان خصوصا في امراض الثدي. طبعا في بعض الامراض ما بنقدرش نتحكم فيها لحد دلوقتي، ممكن مرض ينتشر نسيطر فترة لكن بعد كده يرجع تاني، لكن في أمراض الثدي إلى حد كبير الدنيا بقت في أدوية كتيرة موجودة سواء هرمونية أو موجهة أو موجه هرموني قدرت تخلينا نحصل على نتائج كويسة قوي ونسيطر على المرض حتى لو حجم المرض كبير. بالنسبة للدكاترة اللي هم الجي بي والدكاترة اللي هم بيشوفوا حالات أورام، أنا بحب أوجه لهم إن أنا مش معنى إن المرض كبير أو إن الأمراض منتشرة يبقى الشفاء منعدم، بالعكس أنا لازم أقول لك إن في أدوية جديدة بتدينا نسبة شفاء كويسة أو بتدينا نسبة نجاح كويس، وممكن نسبة النجاح دي يعني مثلا علاج مثلا ممكن يوصلني نسبة شفاء سنتين، ممكن في خلال السنتين دول يطلع لي دواء جديد يوصلني سنتين تانيين وهكذا. فأنا دايما طبعا العلاجات دي مكلفة شوية لكن موجودة، و مع الوقت ممكن قوي تبقى متوفره. يعني في ادويه من حوالي 10 سنين ما كانتش متوفره على حساب الدوله، دلوقتي بقت متوفره على نفقه الدوله او في التامين الصحي. كذلك الادويه الحديثه دلوقتي ممكن قوي بعد فتره هنلاقيها موجوده، فعشان كده احنا مش عايزين نفقد الامل وعايزين نقول ان مهما كان المرض خطير الا ان حالات كتير قوي ممكن ان احنا نعالجها ونسيطر على المرض.
في بعض الحالات فعلا ده بقى بيبقى عمر بتاع البني ادم، بس ايه لازم ان احنا ما نيأسش، ولازم ان احنا ناخد السبيل ان احنا نعالج، وربنا الشافي بعد كل شيء طبعا.